الشركة الليبية للحديد والصلب تبدأ قبول طلبات شراء حديد التسليح. والهجر الروسي يكشف عن خطة تنهي عمليات تهريب الوقود والغاز بالجنوب. أخبار الاقتصاد من ليبيا بانوراما. مشاهدين أهلا بكم. أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب الثلاثاء عن البدء في قبول طلبات شراء حديد التسليح، وذلك وفقا لشروط وضعتها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، ألزمت فيها تقديم إيداع نقدي لقيمة 40,000 دينار ليبي وشهادة بالرقم الوطني، وأكدت أنها ستستبعد الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على حديد التسليح من شهر نوفمبر العام الماضي، وأنها ستقوم بفرز الطلبات وسيتم ترجيع المبلغ بصك من الشركة في حال عدم استكمال الشروط أو عند التراجع عن الشراء. كشف رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي عن تجهيز خطة من قبل لجنته تنهي كامل عمليات تهريب الوقود والغاز في منطقة الجنوب. وقال الهجرسي في تصريح صحفي الأربعاء إن اللجنة وضعت آلية محكمة لمتابعة محطات الوقود وإنشاء مكتب أزمة يقوم باعتماد كل طلبيات الوقود والغاز قبل خروجها للمحطات، مضيفا أن الطلبيات تعتمد من قبل فريق أو تعتمد من قبل فريق العمل داخل المحطة المشكل من قبل المجلس البلدي. كلف رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق محمد بتلمال الثلاثاء فريقا من المهندسين والفنيين للقيام بزيارة ميدانية إلى مطار القرضابية الدولي بسرت. وقال مدير مطار القرضابية الدولي إسماعيل الزيداني في تصريح صحفي إن الزيارة ستكون برئاسة عبد الناصر خليف من مصلحة المطارات، وإن مهمة الفريق الوقوف على احتياجات المطار ومعرفة الأضرار التي لحقت به. وصلت سيولة مالية إلى مصرف الجمهورية فرع سرت بطرابلس الأربعاء مخصصة لنازحي المدينة الذين لديهم حسابات جارية بالمصرف. وقال مدير مصرف الجمهورية بسرت محمد طبولي في تصريح صحفي أن سقف السحب حدد ب 500 دينار للصك الواحد، ولابد من حضور صاحب الصك شخصيا. وأضاف طبولي أن المصرف تسلم 1,000,000 دينار وستوزع السيولة النقدية بمقر المصرف بمنطقة السياحية بطرابلس. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حل لأزمة الكهرباء في المنطقة الممتدة من مدينة المرج إلى بلدة مساعد الحدودية، وذلك بنقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج بشمال بنغازي إلى باقي أرجاء المنطقة الشرقية، ودخول محطتي الزويتين والسرير على الشبكة بكامل قدرتيهما. نفت لجنة أزمة الوقود والغاز ما يتداول عن بدء توزيع الزيوت على محطات الوقود، فيما أكدت أن العمل ما زال جار على حصر المحطات المستهدفة لتزويدها بالزيوت. وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن بدء التوزيع سيتم الإعلان عنه فور الشروع به من قبلها، كما سيتم فرض رقابة على محطات الوقود المستهدفة بعمليات التوزيع. هذا وتواصل أسعار النفط تراجعها الأربعاء في آسيا بسبب تقديرات تشير إلى زيادة احتياطي الخام الأمريكي وارتفاع سعر الدولار. وخسر سعر برميل النفط الأمريكي 65 سنتا ليبلغ 51.56 دولارا في المبادلات الإلكترونية بآسيا. وتراجع سعر برميل البرنت 49 سنتا إلى 54.56 دولارا. وكانت أسعار النفط أغلقت على تراجع واضح الثلاثاء، وانخفض سعر برميل النفط الخفيف 84 سنتا بينما خسر برميل البرنت 67 سنتا.
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن جميع القرارات الصادرة عنها تعتبر إجراءات قانونية، وهي موضع تنفيذ، وعلى الجهات الخاضعة للسلطة الرقابية الالتزام بتطبيق القرارات واحترام القوانين. ودعت الهيئة في بيان صحفي نشرته الأربعاء إلى عدم اتخاذ وسائل الإعلام وسيلة للطعن والتشكيك في صحة هذه القرارات والإجراءات، مشيرة أن ذلك سيعرض تلك الجهات للمساءلة القانونية. شرع مجلس البيضة البلدي في إنشاء طريق دائري مزدوج جديد بالبيضة الجديدة. وقال عضو المكتب الإعلامي بالمجلس حمد السعيتي في تصريح صحفي الأربعاء أن الطريق الجديد يمتد من مدخل البيضة الشرقي إلى وسط المدينة، حيث يجرى حاليا استحداث بنية تحتية متكاملة من صرف صحي وغرف لتصريف مياه الأمطار وقنوات مياه الشرب وكوابل الكهرباء والإنارة. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الشركة الليبية للحديد والصلب تبدأ قبول طلبات شراء حديد التسليح. والهجر سيكشف عن خطة تنهي عمليات تهريب الوقود والغاز بالجنوب. كما يمكنكم مشاهدينا متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك ليبيا بانوراما. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.